بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لنا يا شباب، نتكلم اليوم في موضوع بوكس الزد 3X. طبعا بعد بحث طويل والله على النت عشان نعرف كيف أفعل أنا الزد 3X، بس للأسف ما في ولا صفحة قدرت أستفيد منها. طبعا المعروف أول شيء نحن ننزل السامسونج تول برو، إذا نشغل البرنامج هيطلع معنا بهذا الشكل. لحظة شوي، افتح البرنامج، نوصل البوكس. هذا البوكس I have read، قبول، مفعل، تمام. يعطينا خيار الآن أنه card not found، يعني ما هو شايف الكارد، ما هو شايف البوكس. نجي هنا نحصل Z3X عليه إشارة أنه ما هو شغال. طبعا بعد بحث طويل وتجارب، يعني راح أجرب اللي أنا شفته وإن شاء الله إذا نجح فإذا هاي هي الطريقة. في البداية إحنا لازم نروح على الموقع تبعهم Z3X، نكتب في جوجل Z3X Team Support File، يفتح معنا بهذا الشكل. نختار نحن طبعا أول وحدة. بعد ما نختار أول وحدة يفتح معنا الموقع، نروح نبحث عن الداونلود شيل اللي هو يدعم اللي يفتح لنا، اللهم صل على سيدنا محمد، يفتح لنا التفعيل عشان نقدر نفعل البوكس. بعد بهالطريقة يخلص تنزيل، ينزل اوبن فولدر، هذا هو، نفتحه. يس اوكي نيكست. انا والله اول مرة اجربه، يعني انا اول مرة اجرب الطريقة. يس نيكست انستول. بعد ما يخلص نختار نحن نيكست. الان خلص التنزيل، خلص التنصيب، هنختار نحن لانش، فتح البرنامج. نختار فتح البرنامج، بعدين يفتح معنا البرنامج اللي هو الشيل. هاي فينش، تمام، فتح بهذه الطريقة. نروح نحن على السيتنج، بعدين هاردوير ويزارد، يفتح بهذا الشكل. ريجستر كارد، نعمل نيكست. اوكي نيكست. يحمل بس طويل والله، تحت 4% 5%. راح افصل التسجيل. لا والله مشى بسرعة، 22 23. بعد ما يخلص 89، نرجع مرة ثانية نفوت على الإعدادات ونشوف تفعيل الكارد البوكس. طبعا البوكس موصل في الكمبيوتر.
كار فريموير ابديتد. اوكي سامسونج اكتيفيشن، سامسونج تول برو اكتيفيشن. نيكست كونجراتوليشن، تم التفعيل. فينش، نرجع نضغط على الهاردوير. شو كارد انفو. نيكست، بعد ما نختار شو كارد انفو. فينش. في هالحالة لازم يكون انتهى التفعيل، انتهى التنصيب. نجرب. مرة ثانية. مرة ثانية. طيب نحن نجرب بس شغلة على السريع. أريد أحذف السامسونج تول برو اللي نازل. أوكي أنزل الإصدار القديم.
طبعا اللي صار انه يقرأ من الفلاش ميموري، كان لازم انسخ البرنامج على الديسكتوب واعمل له انستول، اعمل له سيت اب. هاي كرييت ديسكتوب انستول. بعدين نعمل فينيش. ما استفدنا شيء. طيب ياخذ، طيب يعني ليه ما يشتغل؟ فتح بهاي الطريقة. نحن نزلنا التثبيت عند الإغلاق بس، بهالطريقة نحن يكون فعلنا البوكس وأي خدمة. وشاكرين ومقدرين متابعتكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.